موقع جديد لربح 100 اكس، راح نشوف طريقة التسجيل كم راح يعطينا بونس، كذلك طريقة السحب كم راح ناخذ بونس يوميا نقدر نسحبه. يلا بينا على الشرح. شكرا للاشتراك معي قناة كريبتو الارتكل على شرح جديد. موقع راح يعطينا تار اكس يوميا، فاول شي راح ندخل الموقع، هنا موبايل نمبر، لوجين باسورد، سكيورتي باسورد، كود الاحالة، تحل الكاباتشا تدخل عادي. راح يجيك بهالواجهة، أبي يعطيك بونس 20 تار اكس قابلة للسحب يوميا مبلغ. أول شي بنروح على ديبوزيت عشان نقدر نفعل الحساب الخاص بنا، نضغط على كلمة ديبوزيت. فقبل ما ندخل لكلمة ديبوزيت راح نروح على هذه العلامة هذه تحت، راح يبين معاك البلاين حق الانفستمنت، الخطط الاستثمارية. عندك خطة استثمارية لمدة يوم واحد راح يعطيك 10%، ضغطنا عليها بارتيسيب راح يبين معاك أقل مبلغ هو 199 تار اكس لمدة يوم واحد، راح ترجع لك ب10%. اذا حطيت هنا كم نشوف 199 مش مبين معي من نسبة 10%. المهم كذلك عندك خطة اليوم الواحد 13%، ولكن اكيد راح يكون المبلغ اكبر، ستارت اماونت 999. كذلك عندك الخطة الثالثة هي يومين لمدة يومين 16%، أقل مبلغ هو 9999. وعندك خطة 3 أيام كذلك 17%، أقل مبلغ هو 4999 تار إكس. وهنا خطة 18 يوم 7 أيام، عفوا 7 أيام 18%، 9999 المبلغ ستارت أماونت. كذلك خطة 15 يوم، خطة 20 يوم، خطة 60 يوم، فيك أنت تدخل تشوفها. الآن بنروح نفعل حسابنا. أوكي، عندك هنا الماينر أبجريد وهنا البريمير أكاونت ريتشارج، يعني هنا عشان الخطط الاستثمارية اللي شرحناها قبل شوية، وهنا الماينر أبجريد كل يوم تقدر تسحب بوقت سريلانكا الخاص بهم مبلغ معين. راح أسوي هاي الخطة، عفوا هاي كل يوم نسحب، نضغط على ماينر أبجريد، راح نروح نسوي كوبي أدريس. يقول لك هنا راح ياخد تقريبا من 5 إلى 10 دقائق، مينيموم هو 5 تاريخ أو 1 USDT cannot be credit. يقول لك هنا أقل من 5 تار إكس ما راح يسوي ديبوزيت، لأنه أقل مبلغ هو 5 تار إكس. بنروح الحين إلى ترون خاص بنا، نضغط على ترون. أوكي تار إكس سند، نحط هنا المحفظة الخاصة بنا هذه، نتأكد next، نحط الأماونت 8 حبعة 8 سند، راح ندفع عليها فيز 1.1 ساين، وتمام ترانزاكشن سابميتد دان. نرجع هنا نضغط على كلمة ريشارج كومبليت بهذا الشكل، ننتظر نسوي ريفريش نشوف اذا وصلت ولا لسه. هذه هي، اوكي تمام وصلت. الان راح نروح نسحب، نضغط على ماي راح يبين معاك بهذا الشكل. اوكي ويدرو او البالانس الخاص بيني، نضغط على ويدرو ونشوف كم اقدر اسحب يوميا. ديلي ويدرو ليميت هو 2.2، يعني كل يوم نقدر نسحب 2 تار إكس.2 بمجرد احنا سوينا ابجريد ل 8 تار إكس. حلوين، راح نروح على الترون الخاصة بي تار اكس ريسيف كوبي بهذا الشكل، نحط هنا الادرس وهنا نحط الاماونت اللي موجود فوق، هذا هو ديلي ويدرو فكونفيرميشن. اوكي نروح على ترون خاص بي نشوف اذا وصلت ولا لسه. هذه هي، اوكي تمام 2.24. كل يوم تدخل بنفس التوقيت، مثلا اذا سجلت معي بهذا التوقيت تدخل كل يوم وتسحب 2.24 تار اكس. المهم نروح عفوا نروح الآن إلى ماين بهذا الشكل. أوكي راح يبين معك كلمة تيم، هنا تيم ليفل 1 والليفل 2 والليفل 3، يعني أعضاء اللي راح تتسجل من رابط إحالتك، راح تشوف نسبة الأرباح الخاصة بك. وهنا بروفيت ليست، أوكي طبعا إحنا سحبنا 2.24، هنا يبين معك الودائع والسحوبات الخاص بك. هنا الانفستمنت أوردر إذا سوينا بلين حق أي خطة استثمارية. هنا الماينر ابجريد، فاحنا سوينا الماينر ابجريد الخاص بنا هذا هو تمام. هنا الشير تاخذ رابط احالتك كوبي لينك وتروج للناس،
تاخذ يعني بنشوف كم نسبة الشير، نرجع للموقع وهنا نوتيفيكيشن. طبعا نوتيفيكيشن هنا يقولك ديبوزيت من 5 إلى 100 راح تاخد ديلي بروفيت 8%، وديبوزيت من 101 إلى 2000 راح تاخد 9%، هذا في الابجريد ماينر. اوكي، هنا من 10,000 إلى 30,000 13%، وهكذا راح تشوف. هنا الشانل السيرفيس الكاستمر سيرفيس الخاص بيه، هنا التليجرام الخاص بيه، الوايت بيبر الخاص بيه. هنا يقولك invite friend راح تاخد على الفيرست ليفل 3%، والسكند ليفل 1%، مهم مجموع 18%، وهكذا. هنا يقول لك عن الموقع والتاريخ والاي بي وكل يعني ما تحتاج للموقع. لوجين اوت وخلاص، تراجعنا للهوم راح تحصل هنا الوايت الخاص بنا فاينانس مانجمنت، هنا جوان تو بي ترون مليونير، هنا السيرتيفيكيت الوايت بيبر الخاص بهم، بلاتفورم داتا ديسبلاي يقول كم بالدولار الناس قاعدة تربح في الموقع، about us. اوكي، وهنا global partner، عندك باينانس، وزيركس، بيتمان، بيت نيكس، كوانمنت، كوان. بهذا الشكل نكون خلصنا هذا الموقع. اشوفكم على خير في فيديوهات لاحقة، ومع السلامة.